هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. بشكل بسيط احنا في عندنا أسئلة، هي أسئلة نوعا ما قوية، حاول نبعد كثير عن الإحراج، ولكن ممكن انك انت تشوفي سؤال ما عجبك معك تجاوبي بباس، ما تجاوبي ومعك كمان باس، بس راح ينخصم من سكورك سكور. اوكي، عندنا أسئلة اذا كان في سكور من الاساس وراح راح نتجلى انا وياكي في راح نتجلى معاكي في الاسئله، ونطلب من ليون انه دير بالك على الان. يلا يا ليو، الله يسعدك. نعمل 3 2 1 تفضلوا. لانا يا لانا في طابات ما تشد ما لحقنا. كيف امورك؟ نيحة كويسة، كله أمورك تمام؟ هاي في واحد 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 على فكرة عشان تكون نتيجة لانا. بداية السنة الماضية ودعتي جمهورك أو جمهوري سعد صباحك باكية. هل بكيتي لأنك حسيتي بكير عليك تودع الشاشة؟ لسه في طبات ما تنزلي تاخذي إشي كم للعب، أو كان الوقت مناسب وكانت هاي دموع فرح وفخر بالإنجاز بصراحة؟ هلأ فخر بإنجاز أكيد تمام، وبنفس الوقت أنا إنسانة عاطفية، يعني تمام. أنا أصلاً دمعتي على أبو طريف. فبالنسبة إلي الناس أهل أحباب، حلو، حسيت حالي عم بودعهم طبعا. يعني عرفت شو الموضوع. طيب بس السؤال اللي أنا ببالي، يعني أنا كجمهور وكمتابع للانا الكسوس مش شايف وقت إنك تتركي يسعد صباحك، ليش؟ مش وقته، لساتك مستمرة بعطائك. والله صح معك حق، بس أنا صرت بدي أرتاح شوي، أنا تعبت أسامة. أوكي، يعني مش غلط، الواحد كل ما بعدت كل ما الناس اشتاقت أكتر. حلو هاي الاستراتيجية. لا هل فقد يسعد صباحك بريقه وألقه بعد غياب لانا الكسوس؟ والله هذا الاشي بيقرره الناس، بس أنا بالنسبة إلي زملائي وزميلاتي عم بيعملوا اللي عليهم تمام. بتتابعي هلأ ولا لا صراحة؟ أكيد لا صح لك بتتابعي سعد. هلأ أنت بدي أسألك سؤال، أنت لما بتكون بتحب شغلة كل ما مريت من جنبها بتقول هيك تتطلع، حلو، خلص you must keep going on. أصلا ممتاز، كملي لعب ست. طيب هلأ يعني حكيتي إنه وين ما الواحد بيلاقي فرصة أحسن وأفضل معنويا طبعا وماديا بده ينتقل طبعا. لقيت الفرصة الأحسن ولا لسه؟ ما هو كورونا يا أسامة، كورونا. يعني أنت وعدت الناس إنك ترجعي طبعا، بس كورونا كانت عائق بالنسبة لي. اسمع أنا إعلامية وكل عمري رح أضل إعلامية، راح نشوفك على التلفزيون الأردني ولا بمكان ثاني. طبعا ليش لا، أنا بعدني في مؤسستي، هاي مؤسستي هي الباقية يا أسامة. تمام، هي مؤسستي الباقية، فأنا بعدني بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. تمام، وين كان في فرصة أفضل فيها برا واحد بروح، يعني أنت المهم عندك تكون إضافة لمسيرتك، صح ولا لا؟ بس كل شيء له وقته بنتهي، كل شيء له، يعني مش حاسس إنه لازم يكون في وقت يعني تنهي مسيرتك بالتلفزيون الأردني بس لإشي أفضل؟ ممكن. يعني كل شيء وارد، يعني انت مش حاطه مثلا ولائك وانت مائك للتلفزيون الأردني عائق امام اي فرصه. هلا احنا ما نربط هذا الاشي. يعني شوف انا سبق وتركت التلفزيون 10 سنوات، هل خف ولائي وانتمائي لمؤسستي؟ اكيد لا. امتى ما بدهم اياني رح يلاقوني مباشره موجوده. اوكي تمام. طبعا هل من حق الجمهور الاردني ان ينتقد التلفزيون الاردني كما ينتقده الان؟ بزودوها يعني نعم، لانه شوف انت لما بدي انتقد انت يعني يفترض اعرف شو عم بيصير وراء الكواليس، قديش فعلا في صعوبات بتواجه الاداره، صعوبات ماديه صعوبات معنويه، فلا طبعا. احكم من الخارج، احيانا الناس بتزودها بس طب يعني طولوا بالكم. يعني خلينا نكون صريحين، احنا يمكن نشد من باب احنا بنحب التلفزيون الاردني وبيعز علينا، بس في اخطاء نوعا ما قاتله لنا صح؟ بكل مؤسسه بتلاقي اخطاء قاتله بكل مؤسسة عادي، بس الناس بتعرف هلأ السوشيال ميديا تمام. أوبا السوشيال ميديا شوي صارت يعني الناس أحياناً تزودها وهي مش عارفة شو عم بيصير، يعني معلش أنت دايماً الشخص اللي بتحبه ما بتحط له أعذار يا أسامة تمام، صح ولا لا؟ صحيح، بحط له أعذار، اللي بتأخر بحط له عذر، اللي بحبه بحط له عذر، معلش بتصير، اللي بيشتغل بده يغلط، اللي ما بيشتغل ما بيغلط صح، بس يعني برضه بنشوف اخطاء بالبرامج المسجله، مش موضوعنا، مش راح نطول بهذا الموضوع. بس بلعب ليو انا ولا لا؟ كم النتيجه؟ أيوة. سعاد والله ما انا داري قديش النتيجه. 14-7 والله منيح. انا 14 لي لا ونغير قصدك وهي صار معك 8. اوكي، رايك بالاعلام الاردني بشكل عام؟ والله ممتاز،
الإعلام الأردني ممتاز، عنا طاقات شبابية وإعلامية مهمة. والله حرية الرأي والتعبير شوي عم نعاني منها مؤخراً، شو رأيك بهذا الإشي؟ ما هو أنا يعني والله ما نداري يا أسامة، مرات بتلاقي أشخاص بيلعبوا بالحرية لعب زي ما بدهم وعلى كيفهم بفصلوا. الحرية هذا لا يعني إني أنا أدي الغير، لا يعني أتعدى على خصوصية الغير. نعم. بعدين أي حرية عم تتحدث فيها، إذا اللي عم بتغنوا بالحريات يرفضوا تقبل الرأي الآخر. تمام. لا. يعني مش كل شيء أنا ما أستخدم منصاتي على السوشيال ميديا أأذي الغير. ويعني أنا بدي أعطيك مثال، بشوفوك مثلاً على السوشيال ميديا طولان أسران بشعان نصح، طب هاي حرية؟ هاي مش حرية، هاي صار تعدي وتخطينا الحدود طبعاً. لا هاي أنا ما بسميها حرية. نعم. حسب مفهومك للحرية. نعم. أنت شو ما بتسجل حالك جوال قاعد حسب مفهومك. طيب. للحرية. لا أوكي. حلقة أو ضيف استفزك خلال لقاءاتك؟ ما فيش ضيف بيستفزني. ما في ضيف. انت صعبة الاستفزاز؟ لا مش ما بقول عن حالي صعبة الاستفزاز، بس ما في ضيف بيستفزني. قل لي ليه؟ لانه انا بجيبهم حاضرين حالهم مزبوط. انا ما بجيب ضيف تمام مش عارف لوين جاي ولا شو. لازم يكون الضيف عارف هو جاي ليش. حلو. حتى يكون مرتاح ويعطيك اللي بدك اياه. وغير هيك يعني برامجي ما فيها حوارات استفزازية. أنا كل برامجي منوعة خفيفة لطيفة، في حب البلد، نعمل أشياء بيحبوها، محافظات، جمعيات، سيدات، مشاريع إنتاجية، فما فيها إشي الواحد تحرج غيرك أو حدا يحرجك. طيب، كنت سابقاً بإذاعة ميلودي إف إم اللي أنا عامل فيها حالياً، زعلتي لأنه ميلودي إف إم انتقلت ملكيتها وما كملتي مشوارك أبداً فيها؟ أبداً. تمام. على فكرة يعني أولاً ملكيتها. نعم. راحت لشخص أنا كتير بعزه وبحترمه، نوجه له تحية وصدقه، وهو بيعرف نضال فراعنة معزته واحترامه عندي قديه، فبالعكس أكيد ما زعلت. زرتينا مرتين وانتقل, وانتقل. نعم. فيها وانتقل في الإذاعة لمستوى مختلف تماماً. نعم. يعني صار اسم ميلودي موجود على ساحة الإعلامية بقوة. فتحياتنا لنضال. وأنا بدي أحكي شغلة كمان، أنت بافتتاح الإذاعة بإطلاقها كنت أول الحاضرين وزرتينا مرتين على الشركة. طبعاً ما إلها علاقة أسامة وجودي يعني إذا عندي برنامج أو لا. أنتوا زملاء أنا بعزكم وبحترمكم. نعم. أسامة وجيسي. نعم. وكل الموجودين. نضال أخ عزيز علي، فيفترض يعني تيجي تبارك للناس، يعني مش شرط أشتغل في المكان علشان. صح. يعني لا بالعكس 100%. وبالنهاية اسم مهم ميلودي، وإحنا لما منكون إعلاميين أنا لازم أتغنى بأي منجز إعلامي. صح. موجود على الساحة بغض النظر كان إلي وجود فيه أو لا. دائماً لزملائك أنت على علاقة طيبة مع الكل. الحمد لله. الحمد لله. وأنا بدي أحكي شغلة، كثير ناس تسمع ونقول لانا لكسوس شايفي حالها، لانا لكسوس كذا. عادي. أنا بنصح الناس بجد يتعاملوا معها شخصياً، تعاملوا مع هاي البني آدم شخصياً، جداً رهيبة لانا. راح أتركك تركزي شوي مع ليون لأنه الجرس رن. يلا نشوف بعديها شو النتيجة. أنا اليمين تحت. طيب أوكي، من هون لانا ترجع تركز في اللعبة. أوكي، آخر كومنت معانا ربح كالآتي: وجبة لشخصين مقدمة من مطعم ليتس ميت، قسيمة بنزين بقيمة 10 دنانير من المناصير للزيوت والمحروقات، باكج للعناية بالبشرة مقدم من توني مولي، وقسيمة شراء بقيمة 20 دينار مقدمة من سامكس. شكرا لطقس العرب جو اللي وفر لنا هاي الجوائز. نشكر أمنية، المناصير للزيوت والمحروقات، مجموعة المراد وسامكس، وكل المطاعم وكل الناس اللي بيقدموا لنا يعني الجوائز ولطقس العرب جو، هذا الفيتشر الموجود على الابلكيشن تبعنا. كم نتيجة لانا؟ بس والله هلا لما ركزت يا أسامة لعبت. 42 كم؟ 42 13. أنا 13؟ أنت 13. لا والله بس برافو عليكي، يعني من الضيوف اللي جابوا سكورات منيحة. استنى أنا بس أركز. طيب ها نرجع للأسئلة. والله يلا نكمل. طموحك، احنا بنعرف انت ما شاء الله مسيره يعني اكثر من 15 20 سنه اكثر. طبعا في طموح لسه اكبر من هيك؟ طبعا ما زلتي طموحه؟ طبعا. انت يعني شوف احنا هذا الطموح اللي بيوقف انا ما بشوفه الا في الدول العربيه. تمام. جد اسامه يعني بتحس مثلا بقولوا خلاص هون نعم ما بيصير. نعم ما بيصير. احنا لما بنطلع مثلا على الاعلام الغربي أقول لك هلا لما بنحكي عن الإعلام المصري إعلام محترم، صح ولا لا؟ صحيح.
بتلاقي كل المستلمين الأمور المهمة في الإعلام إعلاميين صار لهم سنوات طويلة. صحيح. الإعلام الغربي كذلك الأمر. في بعض المهن بدها الخبرة، هي الخبرة هي اللي بتعملها طبعا. وبس وانتهى، ما في شيء اسمه نوقف. طول ما قادر أنت تعطي بتعطي. حلو، مدام أنت قادرة تعطي. يس. كيف؟ وين بتحبي الخطوة القادمة، أو عفواً شو نوع البرنامج اللي بتحبي تقدميه بخطوتك القادمة؟ صباحي، سياسي، منوع؟ سياسي لا، أنا سياسي اجتماعي أوكي. سياسي اجتماعي. سياسي بحت لا. لا. لأني أنا مش يعني ما إلي علاقة بالسياسة. تمام. يعني ما عمري قدمت، بس بقدم سياسي اجتماعي. حلو. ما في مشكلة. تمام. صباحي ما في مشكلة، منوع ما في مشكلة، أنت وين بتلاقي حالك وبتحط بصمتك تمشي تعمله انت بالطريقه اللي بتشوفها انت تعطيها روحك. ان شاء الله عليك جاوبتي كل الاسئله ولا بدون اي باس. كيف والله فخمة لانا. احنا هيك بنقدر ننهي التحدي عن جد. تقدري تريحي، نحسلك بس تتعبي. كم سعاد؟ 48-16 لانا. يلا كويس كويس كويس، 16 نقطة بليون، هذا انجاز ممتاز ليو. نقدر نحط المضرب. ثانك يو. عندي ستي العزيزه نطمن على سحورنا. يلا شوفي لي الاشياء الزاكيه. العجه هاي زي الكيك، شوفي هي كيكه عجه، لانه حاطه بيكنج باودر. اها اوكي. مرات بحطوا حليب. ليش الحليب؟ بتعرفي تطبخي انت؟ يعني اسمع مش اطبخ بس يعني ما عندي مشكله في المطبخ، يعني على الأد. لا لا يعني بعرف اعمل اشياء تانية. لا هاي الاشياء يعني والدتي الله يخليها هي اللي بتعمل هاي الاشياء. هذا البرنامج برعايه كريم هايبر ماركت.